أهلا بكم من جديد بلا حدود من منزل العماد ميشيل عون رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق داعم التيار الوطني الحر من الرابية في بيروت. بعض وسائل الإعلام اللبنانية أعلنت اليوم أنك نقلت إلى المستشفى بشكل مفاجئ، ولذلك نؤكد أننا نبث الحلقة من بيتك من هنا من بيروت. دائما متعرض الإعلام إلى هيك خبرية، ليس الخبر الوحيد، كان يصدر مثل هذه الأخبار عندما كنت أيضا في المنطقة، كان ينقلونني وهميا إلى المستشفى وأنا في المنزل. لو عدت إلى سؤالي الذي سألته لك، أين موقع الجيش الذي كنت تقوده مما يدور على الساحة اللبناني؟ موقع الجيش هو موقع المؤسسة الوطنية الذي له قسمه وله مهماته، وهو يقوم بما تطلب منه الحكومة. هل تود أن يقوم الجيش بدور في هذه الأزمة؟ سيشعر أن يحافظ على الأمن ويمنع الشغب، طبعا أن يقوم بنفسه ولكن بمساندة قوى الأمن الداخلي. بعض المراقبين يقولوا أو نقل عن رئاسة الجمهورية اتهام فرنسا بالتحريض على معركة إزاحة العماد لحود من منصبه، هل تعتقد أن فرنسا فعلا تقوم بهذا الدور؟ هناك دعم خارجي أكيد لتنحية الرئيس لحود، ليس بس فرنسا إنما كمان أيضا في دول أخرى تقول بأنه يجب التغيير. كونديليزا رايس قالت ان بلد الارز يستحق رئيسا للمستقبل وليس رئيسا للماضي. صح هذا القول. هل تعتقد انك انت رئيس المستقبل للبنان؟ دعوة السيدة رايس الى انتخاب رئيس وانتخاب الرئيس الذي سيكون رئيسا للبنان شيء اخر. هل ابلغك الامريكيون موقفا مغايرا او انهم بصدد دعم غيرك لمنصب الرئاسة؟ بعتقد الامريكيون يعلنون عن رغبة ولكنهم لن يتدخلوا في مسار تغيير الرئاسة. في النهاية من الذي سيحدد ويفرض رئيس الجمهورية القادم مع اصرارك الا يدخل قصب عبدة احد غيرك؟ لا انك الاول، هذا اتهام. انك ادعو الى الحوار والتفاهم، لان هناك يجب ان يكون بالحوار تبادل الافكار وتبادل المواقف. هل كان تحالفك مع حزب الله هو استفزاز للاكثريه النيابيه حتى تدفعهم لهذا الحوار معك؟ لا بالعكس، كان لاخراج الاكثريه النيابيه والحكومه من طريق المسدود التي دخلت بها. انا دعوت الحكومه ودعوت رئيس مجلس النواب الى القيام بحوار الى طاوله مستديره في نهايه العام الماضي، ولكن عندما لم تكن هناك استجابه وبقيت الازمه او سئلت في حينها هل تحاول حزب الله، قلت لا احاول فريق مقابل فريق اخر ولا اشجع قيام الجبهات. وعندما سئلت ايضا عن محاولة 14 أذار قلت لا أحاول 14 أذار لأن ذلك سيشجع على قيام جبهات متصادمة، ولكنني أرغب ذهبت لأنه كان هناك طريق مسدود ولا يجب أن تقف الأمور على ما كانت هي عليه. وأظهرت كل اللبنانيين عندما ننكب لمعالجة الموضوع بصدق وأخلاص فيما بيننا نستطيع أن نحل هذا المشكلة لمصلحة الوطن. ألم يكن هذا الذهاب إلى حزب الله والتفاهم معه هو إغراق يعني مجالات التواصل بينك وبين تيار 14 أذار؟ إطلاقا الورقة ليست في عدد 14 أذار، وإنما هي هذه الورقة موضوعة بتصرفه كي يكملها إذا شاء كي نناقشها معه. لكن في النهاية شننت حملات إعلامية عليهم مما وسع الفجوة بينك وبينهم. كان دفاعا، كان ذلك دفاعا عن النفس، لأن المشكلة اللي وقعت بين 14 أذار وحزب الله هي مشكلة انهيار الثقة بين الاثنين، فانهيار الثقة جاء بعد تناقض المواقف من حزب الله بالمناسبات المختلفة، كان موعودا بالدفاع عن سلاحه فإذا بهم يطالبونه بتسليم سلاحه، فهنا وقعت المشكلة. وهذه التصاريح أمامي لديها من النماذج ما
شعروا له الأبدان. هون بخمسة أدار سمير فرنجي وائل أبو فعور. فرنجي يقول المعارضة لا تطالب استقالة بعد لقاء مع السيد حسن نصر الله، المعارضة لا تطالب استقالة رئيس الجمهورية ولم تطالب بتطبيق القرار 1550. وفعور أكدنا للسيد نصر الله أن هناك الكثير من العناوين نوافق عليها ونتبناها، اتفاق الطائف كمرجعية، مسألة رفض القرار 1550، رفض التدخل الخارجي، حماية المقاومة بالنسبة إلينا في الحزب الاشتراكي، حماية المقاومة ودعم خيار سياسي، مسألة السلم الأهلي وحماية المؤسسات، ومسألة عدم إذلال سوريا في لبنان أو التعامل معها من منطق الضعف، كلها عناوين نتوافق عليها. أنتم هنا في لبنان يعني السياسة لديكم على مذهب يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني الصبح بموقف وبعد الظهر بموقف آخر. الحمد لله لست في هذا الوارد، ويعاب علي ثباتي في المواقف. لكن أنت الآن أخذت موقف حينما ذهبت وتفاهمت مع حزب الله وأصبح أخذت موقف، نعم، ضمن السياق العام لحل المشكلة. أنا رأيت اليوم منك شيئا آخر، كأنك في هذا الحوار وفي هذه اللحظات تمد يدك مرة أخرى إلى تيار 14 من أذار وتريد أن تهدم الهوة التي حدثت بينك وبينه في الأيام الماضية. هل فهمي هذا دقيق وصحيح؟ صحيح، ولكن ضمن مبادئ وطنية لا تستفيد أحدا ولا تستثني أحدا. كل ما هي هذه المبادئ باختصار شديد؟ أولا أن يشترك الجميع في هذا الحوار، وأن نتفاهم حول آلية لإجراء ما يجب إجراءه في سبيل جعل الرئيس يستقيل وأن يحتفظ بكل كرامته. معنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الآن هي العقبة الأولى، ويجب أن تحل. يجب أن تحل، صح. بعد استقالة الرئيس يمكن التفاهم على الأمور الأخرى الخلافية بين الأطراف المختلفة. يمكن، وقد صرحوا أن مسألة سلاح حزب الله ليس مسألة معجلة، تستطيع أن تنتظر. هل تعتقد أن الرئيس لاحوت سيواصل عناده وهو معروف بعناده، أم أنه في النهاية يمكن أن يرضخ ويقبل إذا اتفقتم على شيء؟ بس بأي حل يحفظ كرامة الرئيس سيقبل به، ليست عنادة، أنه يشعر أنه مؤتمن على موقع لا يسلمه كيف إلى أي كان. هل دار بينك وبينه أي حوار أو أي شيء حول ضمانات معينة يطلبها؟ إطلاقا، ليس بحاجة لضمانات. لو عدت إلى اتفاقك مع حزب الله و الأشياء الكثيرة التي يعني أثيرت حول هذا التفاهم كما قال معقيل مع حزب الله، في مذكرة التفاهم أكدتم على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات لتثبيت لبنانية مزارع شبعة وتقديمها للأمم المتحدة، لكن السيد وليد جمبرات خرج بخريطة تثبت عدم لبنانية مزارع شبعة كما قال هو في الخريطة التي قدمها للإعلام. مع احترامنا للأستاذ وليد جملاط، ليست هذه الخريطة يمكن قد تكون من خرائط الأمم المتحدة الأخيرة، إنما الخريطة التي وضعت أعتقد على أيام الفرنسيين تدل على الحدود بدقة، وأصلا يجب ترسيم الحدود في هذه المنطقة، والأرض مملوكة لبنانيا وصك الملكية هو صادر عن السلطات اللبنانية. فلو كانت هذه الأرض مملوكة لبنانيا وصكوك الملكية صادرة عن الحكومة السورية لاحترفنا بالسيادة السورية عليها، ولكن العكس هو الصحيح. هل كان تلويح السيد حسن نصر الله لك بإمكانية أن تكون الرئيس القادم للبنان هو السبب الرئيسي وراء توقيع مذكرة التفاهم؟ إطلاقا، لأننا نحن في حوار مع حزب الله منذ 6 أشهر ونيف، وكل كلمة في الورقة التفاهم قد نحتت نحتا، وأخذ الكثير من الوقت لصياغة هذه الورقة. لكن ولم نكن في وارد انتخابات رئاسية. كثير من السياسيين اللبنانيين الذين تناولوا الورقة منهم الرئيس سليم الحص يعتبرون التفاهم بينك وبين حزب الله نصا إنشائيا يتضمن عموميات وثوابت يلتقي عليها جميع اللبنانيين، كيف تقول أنها نحتت نحتا وهم ينظرون إليها أنها موضوع؟ أود أن أواجه بأي نص إنشائي. إلياس الزغبي أحد مساعديك السابقين كتب مقالا تحليليا في صحيفة النهار
نشر في الأسبوع الماضي حلل فيه تفاهمات مع حزب الله نقطة النقطة، خلص فيه إلى أنها المرة الأولى في التاريخ السياسي الحديث في لبنان التي ينتهي فيها طرفين التزم أحدهما مواقف الآخر، وقال أنك التزمت بالكامل ودلل على هذا، التزمت في العشر نقاط بكافة مواقف حزب الله وتنازلت عن كل شيء كنت تريد. طيب ما هي مواقف حزب الله وما هي مواقفنا؟ أولا بالنسبة للقرار 1559 كنت أنت وراءه وتنادي به وتغير موقفه ضمن القرار 1559، تغير موقفه من 1559 لكن ما يتعلق بسلاح المقاومة. ولذلك قرأت عليك نموذج فيه كلام لوليد جنبلاط أيضا مرجان لحزب الله في بنت جبال، وليد جنبلاط يقول حماية المقاومة عربون وفاء لرفيق الحريري، أي بحث في سلاح حزب الله لا يكون إلا بالحوار بعيدا عن القرارات الدولية مشبوهة، حماية المقاومة حماية للذاكرة كي لا تفرض على لبنان اتفاقات منفردة مع إسرائيل تهدد الأمن الوطني والقومي وتكون مقدمة للتوطين والاستسلام. كان هناك إجماع لبناني للحوار مع حزب الله، وعندما رأيت نفسي خارج هذا الإجماع قلت لربما أنا أكون قد أرتكب حماقة ويجب أن أدخل إلى هذا الموضوع من باب الحوار، وتحاورنا وهناك اتفاق الطائف. هل يعني ولماذا لا يقال أننا تحاورنا على اتفاق الطائف؟ هل يعني الآن تحالفك مع حزب الله هو تحالفك بالتبعية مع سوريا؟ لا، إن حدود الاتفاق هو الحدود اللبنانية، والعكس إن كل ما يتعلق بسوريا هو واضح في النص وواضح إلى آخر الحدود. ما الذي جعلك تغير موقفك من سوريا؟ كنت تنظر إلى سوريا على أنها دولة محتلة، ولكنك قبلت هنا في مذكرة التفاهم على وصف سوريا بالحالة السورية. في خطاب الحواري يجب الانتقال من حالة إلى حالة. موقفك تغير من سوريا؟ لا، ما تغير من سوريا، ما تغير من سوريا إطلاقا. ولكن بوضوح ما موقفك من سوريا الآن؟ الآن سوريا خارج لبنان صارت، هناك سوريا التي يجب أن نكون على علاقة جيدة بها، وهناك مشكلة عالقة أوكلت إلى الأمم المتحدة لتقوم بالتحقيق اللازم حول الحقيقة حول اغتيال الرئيس الحريري. فهذا لا يعني أن يجب أن نكون على علاقة سيئة مع سوريا. سوريا وطن عربي شقيق على علاقة اقتصادية، وإلا لازم نوقف كل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع سوريا. هل هذا هو المطلوب أم هو المطلوب ترتيب علاقات ثابتة مع سوريا، وأيضا مع تبيان الحقيقة في التحقيق يحاكم المجرمون ويساقون إلى العدالة؟ يتهمونك أنك أغفلت قضية أو أهملت قضية إرسال الجيش إلى الجنوب، وأغفلت كل القرارات الدولية أيضا بما فيها القرار 1559. القرار 1559 هو في آلية التنفيذ. لا أريد أن أعرف الآلية، ماذا عن أرسال الجيش إلى الجنوب؟ تبنيت ما حزب الله؟ لا 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 أطلاقا، نقول هناك حل شامل لموضوع. إن حزب الله التزمنا وإياه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي عودة المساجين اللبنانيين، تحرير المساجين اللبنانيين من إسرائيل، وثانيا تحرير مزارع شبع، بينما كانت الأهداف أوسع بكثير من مما كان. أما تعتقد أن حزب الله استفاد من هذا التفاهم أكثر من استفادتك أنت، وأنك أخرجت حزب الله من الحصار الذي كان عليه كما يقول تيار الآخر؟ تيار آخر هو هناك هذه سجالات سياسية وليست سجالات على مستوى الحلول الوطنية التي نحن أنجزناها. إن هذه السجالات تدل على أنهم فشلوا في أخذ من حزب الله أي تفاهم بسبب الخيانة التي ارتكبوها بحقه قبل، لأنهم وعدوا حتى في البيان الحكومي. إذا رأينا البيان ماذا يقولون عن البيان الحكومي؟ إنه بيان الحفاظ على مقاومتنا الباسلة، هذا بيان الحكومي. بيان الحوار الهادئ حول الخيارات المتاحة لنا جميعا في نطاق معادلة عربية نضالية تواجه إسرائيل واحتلالاتها وأطماعها وتحصن لبنان في الوقت ذاته. هون إنه بيان إعادة بناء علاقات لبنانية سورية مميزة حقا. بعد في أكثر من هيك
شو بيقولوا عن المقاومة بالتفصيل. وتعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطلاع الإسرائيلية، والعمل لاستكمال تحرير الأرض اللبنانية والاستمرار في رفض التوطين الذي يخل بالحق العربي الفلسطيني وتناقض مع وثيقة دولة الرئيس. إذا كانت هذه المواقف التي تتوافق فيها مع الحكومة وأنت وحزب الله، لما الخلاف إذن الله؟ فإذا أسأل الأكثرية، لأنه تم التفاهم بين قوتان سياسيتين أزعجت الأكثرية. هذا خير، لأنه ولكنه ليس، نحن بالعكس أخذنا من حزب الله أكثر ما هو منصوص في البيان الوزاري. كيف تنظر إلى المخرج الآن من المأزق اللبناني في ظل هذا الوضع؟ في الوضع؟ هذا الحوار أنا لا أفكر في أي نظام ديمقراطي النظام يقوم على الحوار وعلى النقاش. يجب أن نتحاور ونناقش، ونحن مدعوون في الثاني من أذار للقيام بتشريع حول المواضيع الأساسية. هل تعتقد أن الثاني من أذار يمكن أن يقيل لبنان عثرات الدخول في مواجهات أخرى؟ لذلك لما قبلت وحاولت دخول في هذا. هل يمكن أن تسبق الثاني من أذار بصلة مباشرة بينك وبين تيار الأكثرية أو تيار الرابع عشر من أذار للتفاهم على بعض ما تفاهمت فيه مع حزب الله؟ بالتأكيد كل شيء وارد. هل تنتظر منهم الآن أن يبادروك أم أنك ستبادر أنت؟ قد نتلقى قريبا، ليس قريبا، نتلقى في الأيام الآتية. يعني هناك إعداد لمثل هذا الطلاق أيضا قبل الثاني من أذار؟ قبل الثاني من أذار، على نفس النقاط التي أشرت إليها. على أي موضوع يراد أن نناقش معنا، لكن إن كان رئاسة الجمهورية أو الوثيقة أو أي وثيقة أخرى، أننا هذا التفاهم مع حزب الله هو تفاهم حول نقاط خلافية نطرحها أمام على الطاولة أمام الجميع لنناقشها معهم، وإذا كان لديهم أفضل ويستطيعون الوصول إلى الأفضل فنحن معهم. دولة الرئيس، هل هناك الآن تواصل بينك وبين القسم الآخر من المسيحيين الذي يقوده سمير جعجع؟ بالتأكيد، من الأسبوع الفائت تفاهمنا توافقنا على نائب، على مرشح لمركز نائب شارع. هذا فيما يتعلق بالمنطقة التي بعد عليه، لكن فيما يتعلق الآن بتوافق على موقف سياسي مسيحي موحد. تواعدنا على التواصل، ولكن الموقف المسيحي وحده لا يكفي، يجب أن يقترن بموافقة أيضا أطراف أخرى. كيف تنظر لمستقبل لبنان في ظل هذه الصورة المعقدة؟ هنا ننظر من خلال قدرتنا على حل هذه المشاكل، وأعتقد أننا قادرون. متى الخطوة القادمة؟ بأي اتجاه؟ باتجاه الحل، باتجاه الحوار. هلا يمكن غدا او بعد غد بنبلش. نحن على تواصل مع جميع الفرقاء، مع السيد ولي الجملاط، مع السيد سعد الدين الحريري، مع القوات اللبنانيه، اننا لا نغفل احد، مع الكتائب اللبنانيه، رغم الحوار الاعلامي نبيه بري، رغم الحوار الاعلامي المليء بلغه الحرب، هناك تحت الطاوله امور اخرى. بشر ستكون الحوارات حول الاجتماعات ستعلن امام الجميع اللقاءات التي نعقدها. لو لم يكن هناك خلاف وجهات النظر لما استوجب أن يكون هناك لقاءات لحل المشكلة. رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق العماد ميشيل عون، زعيم التيار الوطني الحر، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الأسبوع القادم نعرف موقف الجانب الآخر من المسيحيين في حوار مع الدكتور سمير جعجع. في الختام أقول لكم تحياتي فريقي البرنامج من بيروت والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من بيروت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.